صباح الخير، صباح النشاط والحيوية والهمة. أهلا وسهلا بكل من يتابعنا هنا في هذا السنابة. يعطيكم العافية شباب، أخباركم؟ كيفكم؟ طيبين؟ الله يحفظكم، يومكم جميل إن شاء الله، وعسب أمطار خير يا رب. لو أنه ماشي أسحاب، ماشي أخبار يعني منخفض، بس ما تعرف، يرزق الله من حيث لا تحتسب. يعني ما حاسب حسابك ان مثلا اليوم بيجيك رزق حلو، ورب العالمين يرزقك من حيث لا تحتسب، ما تعرف فجأة يستوي مطر. يلا اصبحنا واصبح الملك لله، ويومكم جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو انا حاب ان اوضح، لان من امس لليوم احصل سب وقذف من بعض اللي يتابعوني ويحبوني كانوا من خارج السلطنة. ايش السبب هذا السب والقذف؟ السبب اني انا نزلت منشور تعزية للشعب الايراني بوفاة رئيسهم. ما عجبهم الجماعة، بعض ما عجبهم سبني وقال لي انت ما تعرف ان هذا يلا كانوا يكرهونا وكانوا يحاربونا وما ادري ويش. يا جماعة الخير، أول بداية لازم تعرفوا سياسة الشعب العماني. نحن كشعب عماني أصدقاء الدول الإسلامية والعربية. حياكم شباب، جاي اليوم أصور إعلان في نيستو، طبعا راح يعملوا التخفيضات إن شاء الله، توقع تخفيضات أو عروض تبدأ من بكرة إن شاء الله. فالحين جاي أصور الإعلان، خلوكم متابعين، راح ينزل الفيديو بالليل ان شاء الله. حياك حياك الله، يا مرحبا وسهلا. الملابس ماخذنها من عالم الرجال من صنعاء، بس اكيد عندهم فروع في ولايات ثانيه. اسم المحل عالم الرجال. زين حاضرين. حياكم شباب اهل المصنعة، ركزوا معي يا جماعة الخير. أنا موجود حاليا في ودام الساحل، تحديدا في ملعب الجزيرة. حلو، الإدارة هنا راح يسووا سابع الجزيرة لأول مرة في ودام الساحل. سابع الجزيرة أو بما يسمى بهبطة العيد. حلو، في هذا المكان ملعب الجزيرة اللي في ودام الساحل، هبطة العيد نفس الهبطات اللي نشوفها في الولايات، بس هذه المرة الجزيرة حبوا انهم يطوروا من هذه الهبطة بحيث ان يكون داخل الملعب الفترة اطول، يعني العصر، ابتداء من العصر ولغاية 10 المساء بالليل. راح يكون في انارة، في كشافات، راح يكون هناك ايضا في فعاليات للاطفال، في مسرح، في هدايا، ايضا حتى اصحاب مواشي الباعة في مكان إن شاء الله مخصص اللي حاب إنه يبيع المواشي، الأغنام وغيرها. طبعا بتكون الهبطة لمدة 3 أيام، 6 و7 و8 من هذا من شهر 6. حلو، وبعض المبالغ من هذه الهبطة راح تروح للأسر المعسرة لهذه المنطقة. فحبيت الفكرة بصراحة، واليوم أنا جاي أكون أول داعم لهم إن شاء الله، وترقبوا التفاصيل كلها راح نخبركم بإذن الله. يا جماعة إيش هذا المكان في ولاية المصنعة، تحديدا في المدينة الرياضية. الافتتاح قبل أسبوع تقريبا. حلو، مكان جميل، جلسة حلوة راقية. المكان أيضا مفتوح هني في المدينة الرياضية. أسرة عمانية سووا هذا المشروع، عملوا كراسي طاولات حلو مثل ما أنتم شايفين في المدينة الرياضية، يبيعوا محاشي، الكوشري، أيضا البرجر، الأكلات العمانية، الشاي وغيرها من المنتجات البيت. أنا شفت انتباهي بصراحة، المكان جميل جدا، أنصحكم إنكم تجوا وتجربوا منتجاتهم وتدعموهم. أيضا أسرة عمانية، وهذه المريحانة موجودة حق التصوير،
وتعالوا مرة مقابل بارسيلو، مرة مقابل لنا. حلو المكان. مون كيتشن اسم المشروع، تم الافتتاح. اغلب الوجبات اللي يقدمونها هذه سويتات وروبيان، ما روبيان. تعالوا هنا واستمتعوا بالمكان الجميل والنظيف مقابل بارسيلو في شارع المدينة الرياضية. تعالوا هنا وزوروهم في ودام الساحل ولاية المصنع. السلام عليكم شباب، يعطيكم العافية. للأسف الشديد وصلنا خبر اليوم في المصنع عن حالة غرق أولاد، أتوقع في البحر كانوا يسبحوا بعيد عن أهلهم. اثنين أمورهم طيبة، واحد كان في العناية وسمعت أن توفى يعني. سبحان الله، اليوم أنا كنت مار على شاطئ المصنع أشوف يعني، خاصة دخلنا موسم الصيف، نشوف مجموعة من الشباب والأولاد يسبحوا على الشاطئ. ففي ناس أو في أولاد يعني حد معهم أوكي لما يسبحوا، لكن مجموعة من الأطفال يسبحوا بروحهم، هني المشكلة يا جماعة. يعني استغرب أطفال بروحهم يسبحوا، وين أهلهم؟ دائما نتكلم كل سنة كل ما يدخل موسم الصيف نتكلم في هذا النقطة ونسمع عن حالات الغرق. فنتمنى يا جماعة ننصح نفسنا وننصح غيرنا ولأولادكم، خاصة ما نتركهم بروحهم. أوكي تسبح معهم، تكون قريب منهم أوكي، بس إنك ما تعرف شيء عن أولادك ورايحين يسبحوا بروحهم، هني مشكلة. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأظلم الله أجرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله.